هتقولي بقى درج اسمه برونكيال اسمه هو اللي تشست خلص. صح الكلام. 35 يلا. هنقول بقى هنقول اهو. برونكيال أزمة. هو ايه الفرق لما اقول أزمة واقول أزمة؟ ايه الفرق؟ برونكيال أزمة وبرونكيال أزمة. أزمة دي كانت على الرسمة. أزمة أزمة. هي على فكرة هي اسمها أصلاً هي برونكيال أزمة صح، هي برونكيال أزمة. إحنا المصريين زي ما نقول أزمة، نقول أزمة رب وشعبي، أزمة دي كلمة مصرية، لكن اسمها برونكيال أزمة، أوكي؟ البرونكيال أزمة أو الرب وشعبي دوت كومن ديزيز موجود في 5% تقريباً من البوبيوليشن. دايما في السن الصغير وممكن يتحسن مع تقدم العمر، لكن في انواع ممكن تيجي في الميدل ايج والايج الكبير. الديفينيشن بتاعها عباره عن ايه؟ الديفينيشن مهم جدا. هو ديزيز كاركترايزد باي هايبر ريسبونسيفنس اوف برونكيال تري. هايبر ريسبونسيفنس دي كلمه مهمه قوي. يعني ايه؟ يعني ايه هايبر؟ يعني بص استجابه فظيعه، استجابه بزياده. ها ريسبونس يعني استجابه بس بزياده. هايبر ريسبونسيفنس اوف ذا برونكيال تري ها تو الرجين لحاجه. ها كاركترايزد باي برونكوسبازم ويؤدي الى ترياد اوف كاف ويزس انزل اسنين. يبقى هي حالة من الهايبر ريسبونسيفنس اوف برونكيال تري تو الرجين لحاجة معينة تؤدي الى ريفرسابل اوبستراكشن اوف اير واي كاركترايزد باي كاف ويزس اند ديسنيا اند افكت 5% اوف بوبيوليشن اند ميل اند فيميل ار ايكوال. تحصل في الرجالة تحصل في الستات زي بعض. الباثوجينيسيس مهم جدا واحنا هناخد اصلا الوقت ده كله بقى في حته الايه الباثوجينيسيس والميكانيزمات وحاجات. بصوا يا جماعه اقول لكم حاجه عشان تبقى دكتور شاطر والله تصدقوني، يعني تعرفوا انتوا لاحظتوا الحاجه دي ولا اي حاجه فيها باثولوجي؟ اي حاجه فيها باثولوجي ان كانت حتى يعني مش هيجي لك سؤال، بس لو ما انتش فاهمها مش هتفهم الدرس. ها مش هتفهم الدرس بصراحه اللي عنده شويه بيزكس فيسيولوجي وعارف باثولوجي كويس قوي 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 قوي, قوي. هيفهم كل الامراض كويس جدا ويبقى دكتور بطنه شاطر جدا. فانت افهم الباثولوجي تستريح للابد. اوكي عايزين ناخد بقى حته المحاضره كلها النهارده او الجزء اللي هو باقي ده هيبقى كله عباره عن باثوجينيسيس اوف ازمه. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ هو بيحصل اولا ها بيحصل برونكوسبازم، بيحصل سبازم اوف برونكيال تري. هنعرف ازاي بيحصل وليه بيحصل مع شويه اكسيوديشن. ها شويه اكسيوديشن وهذا الاكسيوديشن بيكون عبارة عن inflammatory cells. والinflammatory cells دول حاجة من الاثنين، يا إيزينوفيلز، والشاطر عارف الإيزينوفيلز بتاعت الايه؟ بتاعت الالرجين، يا اما حاجة خاصة جدا اسمها mast cells ليها دور اكيد هنتكلم عليه، ليها دور في حاجة اسمها اتوبي. كمان مع كل هذا الكلام في إديمة في البرونكيال وول. مع كل هذا الكلام في شوية ميوكاس بلاجنج، يعني شوية ميوكاس كده سكريشن بيقفل لي بعض البرونكيولز الصغيره. واحد حصل له سبازم في البرونكيال تري مع شويه سكريشنز اكسيوديشن مين لايزينوفيلز وماست سيلز، وماست سيلز دي عليها مليون نجمه مهمه جدا. انفلتريشن هنا بالماست سيلز مع شويه انفلاميشن، ما هو طالما في انفلاميشن هيحصل إديمة، مع شويه ميوكاس ممكن يطلعوا في التيرمينال برونكيولز ويقفلوها او يضيقوها. ايه ده؟ يعني ايه ده الفكره يا دكتور؟ مش عمليه ان واحد بيحصل له سبازم ويفكه وخلاص، لا ده سبازم واديما وميوكاس سكريشن وخلايا وقصه. الموضوع ليس موضوع سبازم وهيفك خالص، لا الموضوع سبازم وحاجات ثانيه واشياء اخرى كثيره. عشان كده يعني مثلا اقول لكم حاجه، هو ليه بيعالجوا البرونكيال؟ انتوا عارفين اهم لاين في تريتمنت برونكيال ازمه ايه؟ انتوا برونكو داريتور وقوته واكتر منه الكورتيزول. كورتيزول ليه بيستخدموا الكورتيزول؟ ها عشان ايه؟ هو الكورتيزول ليه برونكو داريتور ضعيف، لكن اهم من كده ايه يا جماعه؟ هو عشان الاديمه. ها
ها عشان القديمة اللي حاصلة دي وعشان الانفلاماتوري سيلز اللي جاية دي، يعني الدنيا مش كلها اللي ينظر للأزمة من منظور انها برونكوسبازم فقط هو مخطئ تماما. ده في اربع حاجات اهو. عندي نوعين كباثوجينيسيس للأزمة. النوع الاول بنسميه الرجيك اللي هو الحساسية، اللي هو يقول لك عنده حساسية على صدره، او بنسميها اكسترينسيك. اكسترينسيك يعني ايه؟ يعني عندي الرجين انتجين حاجة جيالي من بره هي اللي تؤدي الى حدوث هذه الأزمة. ايه ده يا دكتور؟ ده نوع. اكيد في نوع تاني غيره بقى، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه نون الرجيك، ودي بتكون بنسميها انترنسك. انترنسك واضح كده من الاسم ان مفيش حاجة هتعمل تريجرينج ولا تعمل اديتيشن ولا بتاع، ده هي حاجة داخلية الجسم هو اللي بيشتغل نفسه بقى. طيب تعال نشوف الالرجيك او الاكسترنسك ازمة دي. دايما دي هي اللي بتحصل في السن الصغير في الاطفال الصغيرين، دايما دي اللي بيكون معاها بوزيتيف فاميلي هيستوري كتير جدا، دايما دي اللي بيكون معاها اذر الرجيك ديزيزز. دايما كلمة الرجي لما تيجي تسمعها، لما اقول لك تعرف ازاي ان المرض ده مرض حساسية عموما، مش بتكلم عن الأزمة بتكلم عموما، يعني تعرف ازاي ان المرض ده حساسية ازاي؟ تعرف ازاي؟ الالرجي تعلن عن نفسها، هو مرض بيجي ان اتاكس وذ ذا سيم بريسيبتيتنج اند ذا سيم ريليفنج افكتس. اتاكس نوبات. انا كل يا دكتور ملبس حاجه فيها صوف الاقي كده طلعت بوع كده على جلدي، اقلع الحاجه دي واخد حقن الكورتيزول ابقى كويسه. ده الرجي ولا لا؟ الرجي. يا دكتور انا كل ما اكل مانجا يا دكتور الاقي صدري قفش يقعد يضيق وانزل المستشفى بسرعه ويدوني حقن مش عارف ايه ابقى كويس. خلاص طالما الحاله بتتوصف ان اتاكس بالمنظر ده وذ سيم بيرسبتيتنج اند سيم ريليفنج فاكتورز، اذا انت تتعامل مع حاله الرجي. وهو النوع الاولاني الاكسترنسك ازمه بتكون كده في السن الصغير معاها بوزيتيف فاميلي هيستوري معاها كمان اذر الرجيك ديزيزز. ايه يا دكتور اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا عندي انتيجين بنسميه انتيجين او بنسميه الرجين نفس المعنى. هذا الانتيجين بيدخل الجسم لاول مره، اول مره دخل الجسم. بس دكتور عايزين بس نعرف مين هو الانتيجين ده، مين هو الانتيجين؟ عندك صفحه كده، عندك بص حاجات في خانه كده كبير احفظ قدر الامكان. بس لو حبينا نجيب ام سي كيو نقول لك اشهر حاجه تعمل انتيجينستي والرجين هي اسمها الدست اللي هو فيه ايه بقى، حاجه اسمها ايه؟ هاوس مايتس. هاوس مايتس اللي هي بيسموها ايه؟ حشره الفراش. الفراش اللي هي دي موجوده في البص. بص يقول لك ايه؟ كلما زاد الفرش في الشقه كلما زادت الحساسيه عند الاطفال. لغايه الاطفال عارفينها جدا، حتى لما في طفل عنده حساسيه ولا حاجه يقول لك لا خفوا الفرش شويه، اصل انت عارف الفرش ده اللي هو ايه؟ الملايات والسراير والكنب والكراسي والسجاجيد. ده السجاجيد اي حاجه هيتجمع فيها تراب اعرف ان معاها هذه الايه؟ هذه الهاوس مايت، وهي المين انتيجين. ده لدرجه ايه كمان؟ عشان حتى يعني يقول لك سبحان الله الحاجات اللي قريتها قريب من السنه، انت لما تيجي تنام الرسول عليه الصلاه والسلام كان برداءه وكده كان عشان لو في مايت. والله بجد دي مهمه جدا، دي مهمه كمان. احنا حتى النصايح للناس لو في حاله سيفير برونكيال ازمه، سيفير برونكيال ازمه، بيقول لك ايه؟ الملايه اللي هينام عليها لازم تكون مكويه. ليه؟ عشان اموت مين؟ ويقول لك ايه؟ ما يتغطاش ببطانيه، يغطى بالحاف، بلاش بطانية. ليه؟ عشان بتجمع التراب اكتر، فتجمع مين اكتر؟ المية. دي لازموش الكلام ده، لازموش الكلام ده، مهم جدا، مهم جدا. يبقى ده اشهر انتجين. ايه الهبل؟ الانتجين ده ممكن يبقى ايه كمان؟ ممكن يبقى عبارة عن ايه؟ ممكن يبقى عبارة عن بولنس، حبوب اللقاح. وده بيفسر حاجة مهمة، هو اشمعنى الازمه بتزيد في فصل الربيع؟ اشمعنى في الربيع يعني؟ هو عشان المشكله كمان مش كده وبس، ممكن برضه يكون الانتيجين حاجه بتتاكل. قولوا لي امثله. بيض وسمك، وسمك والفراوله والمانجا والحاجات دي والشوكليت، حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره. فممكن تكون حاجات انجكشن، بنسلين مشهور قوي مع البنسلين، انجكشن. ممكن حاجات بتتلبس،
الحاجات الولز دايما او الحاجات الحاجات دي ممكن تبقى هي يعني اذا الانتيجنز تبقى حاجات كتيره جدا جدا جدا. الانتيجنز حاجات كتيره. فريد كلمه كمان وهتستزق اي حد. بص اللي هيتكلم ياخد له كلمتين من فلان بصراحه. الصبع الصبح انت والله العظيم انت ما تسوقش فيها. ما تحكيش لحد. ما تحكيش. ممكن امشي تيجي تتكلم والله لو عايز. تعال تقعد تتكلم انت واشرح له. ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله. اكون اقعد بص بين الصفوف واسمعك مش تبقى عارف يعني. بس ايه بقى لكن بالطريقه دي ما ينفعش. ما ينفعش. وبعدين انا دلعتك زين على اللزوم على كده. ولا يا شباب؟ لا والله دلعتك والله زين على اللزوم قوي يعني. اوفر. الناس كلها بقت تتكلم يعني. انا ده حاجه غريبه. انت معايا في حاجه غريبه. طب بص يا باشا الانتيجين خلاص بقى. ها الانتيجين ده دخل للجسم. لما دخل للجسم دخل على البرونكيال تري. دخل خلاص بقى. خلاص بقى في النهارده ها عمل ستيميوليشن لحاجه بدات تطلع له انتي بودي. الانتي بودي اللي طلع اسمه اي جي اي. هذا الاي جي اي عمل استابلايزيشن لحاجه اسمها حاجه اسمها ماست سيلز موجوده في البرونكيال تري. عشان كده قلت لك من الخلايا اللي موجوده الماست سيلز. ايه اللي حصل؟ ادي الماست سيل الكبيره اهي. جه الاي جي اي جه ركب فيها اهي. قعد معاها اهي. حلو كده؟ بس دوت امتى؟ ده اول مره دخل هذا الانتيجين لجسمه. انت دخل لك لجسمك مليون حاجه. مليون حاجه. واخد بالك؟ من المليون حاجة دول حاجة واحدة بس. حاجة واحدة بس انت خدتها مرتين او تعرضت لها مرتين. يعني عايز اقولك انت تعرضت لحاجات كتيرة جدا بس تعرضت لهم مرة واحدة وتكون عندك اي جي اي وماسك في المصد سلس وقاعد متأهب لأي لحظة. بس من فضل ربنا عليك ان انت ما تعرضتش لهذا الانتيجين مرة تانية. عايز تقول يا دكتور يعني لو واحد اتعرض لانتيجين مرة وكون اي جي اي ومسكت في الماست سيلز ولم يتعرض لهذا الانتيجين مره اخرى ولا اي مشكله ولا كان في اي حاجه ولا يعاني من اي شيء بالمره لانه لازم يحصل سكندري اكسبوجر. فالسكندري اكسبوجر هي دي المصيبه. هي دي المصيبه لما يدخل الانتيجين ده للمره الثانيه مين اللي متعرف عليه؟ يروح ماسكين في بعض ويعملوا حاجه اسمها دي جرانيوليشن اوف ماست سيلز with release of الكثير والكثير من الميدياتور. ما هو ده واحد بقى واحد بدل احنا جسمنا يكون اي جي جي. ده واحد عشان هو عنده اتوبي. اتوبي ده بصوا عندنا عنوان كده كبير انا هشرحه يمكن احنا الجامعه الوحيده اللي بناخده اسمه هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. الجامعه الوحيده اللي بتدرسها يعني ايه اول كلمه هو يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي ريكشن؟ abnormal response of immune system. hypersensitivity يعني ايه؟ abnormal response of immune system. طيب يعني ايه type 1 hypersensitivity او atopy اللي انا بشرحه ده؟ هو ده كلمه atopy او type 1 hypersensitivity. هل normally ان انا لما اتعرض لانتيجين اكون IgE؟ لا. لكن عشان انا حد atopic عشان انا حد عندي type 1 hyper عشان انا حد abnormal يعني اذا اللي بيحصل له كده حد ايه؟ ها ابنورمال. اصل ميركم بتقول لي لو احنا بنتعرض لحاجات كتير ما بيحصلناش ليه؟ احنا نورمال. لكن ده حد ابنورمال عشان كده بيكون الاي جي اي. لما يتكون هذا الاي جي اي ويدخلوا الانتيجين مره ثانيه ويمسكوا في بعض يروحوا مدمرين الماست سيلز ويعملوا ريليز وفي الكثير والكثير 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 من الميدياتورز. اقعد اقولها على سبيل بقى ان شاء الله نقولهم كلهم يعني قدر الامكان يا رب ما ننساش منهم حاجه. يطلع ايه بس؟ انه يطلع هيستامين. الهستامين ده ممكن يعمل برونكوس باز ويعمل كمان يعمل اديما كمان في الورد. كبازو دايركتور افكت يعمل شويه اديما يطلع برادكتينين يعمل برونكوس باز. تمام. ليوكوتراين رقم كام؟ ليوكوتراين رقم كام؟ كام؟ بي سي دي 4 يعني بي 4 سي دي 4 ودي 4. عيلة 4 كلها بتعمل ايه؟ بتعمل برونكوس بازم وفيزن سكريت وهديمة. عشان كده الليوكوتراينز ده يعتبر دي اهم حاجة. عشان كده هاجي دلوقتي في العلاج لما نشرح العلاج اقول لك ايه؟ دي حاجة اسمها الليوكوتراينز موديفايرز او الليوكوتراينز انتاجونست عشان تقفل مين؟ تصنيع هذه الليوكوتراينز تماما. دي مهمة جدا. لا ولسه وايه كمان؟ بروستاجلاندين. بروستاجلاندين كام بقى؟ عشان ما تتلخبطش بص هما بيست 2 B2S2
بي 2 واس 2. عارفين البروستاجلاندين؟ البروستاجلاندين دي موجودة في جسمنا كله. اسمها ليه بروستاجلاندين؟ عشان هم اول ما اكتشفوها كانت سكريشن بالظبط. هم اول حاجه اللي هو في السمنه الفلويد فاهم، ده سكريشن من البروستات جلاند. بس جلاند خد شهور بسيطه جدا كانوا سموها بروستاجلاندين. ها ليه ترون اكتشفوا انها بتطلع ها من اي سكريشنز وفي اماكن كتيره جدا في الجسم، فضلت محتفظه بالاسم بتاعها لكنها بروستا، مش لازم تطلع من البروستات، ما هي طالعه من الماست سيلز، تطلع من اي مكان في الجسم على فكره. باي واي يعني باي واي البروستاجلاندين دي دول اللي هم البي والاس 2 بي 2 واس 2 دول بيعملوا برونكو كونستريكشن. عندي بروستاجلاندين ثانيه حلوه بقى، يعني عندي حاجه اسمها مثلا، بس دي بره الموضوع، ها عندي بروستاجلاندين اي 2 واي 2 اسمع اسمع، دول بيعملوا اصلا برونكو دايلاتيشن. بس هو على حظه بقى، على حظه يعني ان هو بيطلع من الميديتور ثاني. بيطلع مين؟ ها بيطلع مين؟ ها بيطلع اللي هم الوحشين اللي هم البس 2 اللي هم بي واس 2 ماشي. كمان برضو من ضمن الميديتورز اللي بتطلع برضو بالذات النوادر يعني الادينوزين. الادينوزين ده اصلا هو ريمينانت او بارتيكلز او بيز من بتوع النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه. ها مش كان فيه ادينوزين وثيمين والكلام ده؟ ها فهو ده من ضمنهم يعني. هو ده ممكن يطلع ناتج تكسير الخلية، ما الخلية دي أصلا بيكون فيها نيوكليس فبيطلع هذا الأدينوزين. على فكرة قلناها قبل كده. أيوة كنت عندكيتد في الوقت مش قلنا الأدينوزين ده بيعمل إيه؟ بينودال بلوك ويصلح السوبرا بنتريكولار تاكي كارديا ولا إيه؟ ها فده مهم جدا الأدينوزين. ها وتاني مرة بنقوله ده ميدياتور من بتوع الأزمة. تقولي هو بيعمل إيه في الأزمة؟ ده بيعمل برونكوسباز. ها يعمل سيفير برونكوسباز. ها اسمه أدينوزين، ده من ضمن الميدياتورز أصلا. لو كمان من ضمن الميدياتورز اللي ممكن تحصل، ها من ضمن الحاجات اللي ممكن تطلع حاجة كده ها اسمها بليتلت اكتيفيتنج فاكتورز. دي بتطلع من مكانين طبعا، واضح من اسمها. انتوا كده قولوا لي بتطلع من مكانين، انتوا عرفتوا بتطلع من الماست سيلز ده اللي معانا، بتطلع من البليتلت. طب بتطلع من البليتلت ليه؟ ها تو انهانس بليتلت اجريجيشن. يعني اساسا هي اسمها بليتلت اجريجيشن، يعني هي عشان تعمل اجريجيشن تجمع البليتلت على بعض فتساعد في الكلوت فورميشن. لكن لقوا كمان انها بتطلع من الماست سيلز. قلت طب لازمتها ايه؟ ما هي ليها تو فانكشنز، ها بتعمل اديما في البرونكيال تري وبتعمل برونكوس باز. ها تعمل اديما في البرونكيال تري وتعمل برونكوس باز. شوف الميدياتورز قد ايه، هنشوف الميدياتورز كتير ازاي. هذه الميدياتورز طبعا مهمه جدا 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 علشان طبعا قعدوا يشتغلوا عليها بقى في الادويه كلها، يقعدوا يشتغلوا على كل حاجه من دول شويه. يبقى خلاص نقول القصه تاني. واحد طفل صغير غالبا عنده فاميلي هيستوري اوف الرجي، عنده اذر الرجيك ديزيز زي راينايتس مثلا ولا حاجه. ها بدا يتعرض للانتيجين لاول مره ومرت بسلام ولا حد حس بيها. لما تعرض لهذا الانتيجين المره الثانيه كان الاي جي اي اوريدي خلاص مستعد وماسك في الماست سيلز، الانتيجين مسك فيه، هما الاثنين بيتخانقوا مع بعض، عملوا دي جرانيوليشن اوف ماست سيلز، عملت ريليز الكثير من المواد، عمل ريليز للهستامين والبراديكاينين والليكوتراين سي بي وسي ودي 4 والبروستاجلاندين بي 2 اس 2 وادينوزين وبليتلتس اكتيفيتنج فاكتورز. كل العوامل طبعا تؤدي الى برونكوسبازم واديما وخلايا ماليردينيا واكسيوديشن، يبدا يعمل لنا ها النوع الاول من البرونكيال ازمه. في اي مشكله؟ مفهوم ولا فيها مشاكل؟ ده باثوجينيسيس مهم جدا. ها واعتقد انتوا عارفينه اصلا. عنوانه اتوبي او تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن ابنورمال ريسبونس اوف اميون سيستم. العنوان الثاني بقى نون الرجيك او انترنسيك. نون الرجيك او انترنسيك ده بيحصل في الناس الكبار شويه مش العواجيز يعني، هيحصل مثلا في الادلت برضو. مفيش معاه فاميلي هيستوري، مفيش معاه اصلا، مفيش معاه الرجيك، مفيش اصلا الرجي. هو المرض مش حساسيه بالمر، هذا مش مرض الرجيك بالمر. امال ايه يا دكتور؟ احنا عندنا البرونكيال تري بتاعتنا بيتخانق عليها حاجتين، في ريسبتورز تبع السمباثيك دي بتعمل برونكو دايلاتيشن، وفي ريسبتورز تبع الباراسمباثيك الفيجاس بتعمل برونكو كونستريكشن وفيزيت سيركيشن. فهو ايه بقى اللي بيحصل؟ بيبقى في خناقه جامده جدا بين الاثنين. في بعض الناس المفروض ان انت كحد نورمال عندك بالانس،
بين الاثنين. انت محتاج برونكو دايليتيشن ومحتاج احيانا كونستريكشن وانت نايم مش محتاجها قوي، فهي تفرق. فتلاقي دايما انت عندك بالانس، لا ده زياده ولا ده زياده. يعني انت مثلا لما تيجي تجري والادرينالين يشتغل عندك وتبدا حضرتك عايز اكسجين زياده، فيبدا يحصل لك ايه؟ دايليتيشن. طب انت نايم ومستريح هتشتغل ليه؟ محتاجها في فاهم ولا لا؟ مش قصدي بيحصل لك سبازم فظيع، لا في بالانس، الاثنين بيعادلوا بعض، لا كده قوي ولا كده قوي. طيب في ناس بقى يبقى عندهم ايه بقى؟ اسمع الكلمه، عندهم سنسيتيف فيجل ريسبتورز، يعني بتتلكك عشان ايه؟ عشان تشتغل. عندهم فيجل اوفر ستيميوليشن. في هذه الحاله اي حاجه تشغل الفيجل ريسبتورز تؤدي الى برونكوسبازم وتؤدي الى ابييرنس اوف ازمة. وعندك قائمه طويله عريضه جدا من الاسباب مكتوبه عندك في الجدول تعمل هذا النوع من الازمه. عندك قائمه كبيره جدا تعمل هذا النوع من الازمه. زي ايه بقى يا دكتور؟ ايموشنال ستريس. في ناس كده لما يزعلوا يدخلوا في ازمه، تقول لي ايه بقى ده الزعل الشديد؟ الزعل ما الزعل يا دكتور بيشغل السمباثاتيك، لكن الزعل الشديد يشغل البارت اهو. ممكن يقول لك كمان تحصل مع مين؟ يقول لك بتحصل مع الناس اللي هم بيشم مثلا، مش بيشرب سجاير، هو بيشم دخان السجاير اللي هم الباسيف سموكرز. الناس دول اصلا ممكن يحصل لهم ازمه، هي برضو بتعمل ستيميوليشن لهذه الريسبتورز. كمان ممكن تحصل مع مين؟ تحصل مع الكولد اتموسفير، تعرض لبرد جامد، نوبه هواء مثلا، قاعد في حته فيها هواء جامد جدا، اتعرض ان هو شم مثلا شويه دخان او دست او حاجه. تقول لي طب ما نفس الفكره. لا مش نفس الفكره خالص، ما عندوش الرجي تانية، ما عندوش الرجي، ما عندوش. هو لك دلوقتي نعمل حاجه اسمها اي جي اي. الفكره كمان ايه؟ تحصل في كلمتين بقى في منتهى الخطوره والاهميه. الكلمه الاولى يقول لك تحصل مع الاسبرين او النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. يقول لك في كلمه كده اسمها اسبرين انديوسد ازمه، اسبرين انديوسد ازمه او نون سترويدال انتي انفلاماتوري انديوسد ازمه. ممكن حد ياخد ادويه حقن البولترين ولا بتاع ولا حاجه، او ياخد قرصين اسبرين ويدخل في سيفير ازمه. ودي مشهوره جدا بس عايزه تتفهم. ممكن نفهمها؟ يلا نفهمها كده عشان دي حته فنيه جدا والشاطره يربطها معايا بسرعه. شوف بس انت فهمت ايه من اللي انا هقوله. احنا طبيعه جسمنا الخلايا بتاعتنا ليها سيل ميمبرين يحتوي على اسينشال امينو اسيد، نتيجه الدستراكشن بيطلع اسمه ايه؟ اراكيدونيك اسيد. هذا الاراكيدونيك اسيد بياخد سكتين. والسكه دي حاجه من الاثنين، يا سكه السايكلو اوكسجينيز يا سكه اللايبوجينيز. السايكلو اوكسجينيز ده بيبدا يصنع لي بروستاجلاندينز، ماشي؟ اللايبوجينيز باث واي دوت بيصنع لي ليوكوترينز، خاصة مين؟ بي وسي ودي فور ليوكوترينز. والبروستاجلاندينز اللي بتتصنع نوعين، بروستاجلاندين من نوع E2 و I2، وبرضه بروستاجلاندين ثانيه من نوع B2 و S2. دول هيعملوا كونستريكشن ودول هيعملوا دايلاتيشن زي ما قلنا من شويه. تقول لي طيب لو واحد عنده انفلاميشن او واحد عنده اي حاجه وحصل ديستراكشن لخلايا كتيره وطلع اراكيدونيك اسيد كتير، فبياخد السكتين دول، يا اما سكه البروستاجلاند. على فكره عارف البروستاجلاندز دي كمان هي الميديتورز بتاعت البين وبتاعت الالم وبتاعت الانفلاميشن. مش حد يبقى عنده انفلاميشن هتلاقي عنده الم فظيع في هذا المكان، بس ده مش موضوعنا. النون سترويدال انتي انفلاماتوري بتشتغل ازاي؟ تقفل مين؟ تقفل الباث واي ده بس. يلا هشغل الباص واي الثاني. مين الباص واي الثاني؟ الباص هزود مين؟ طيب حلو قوي، زودت الليكوترينز. لما زودت الليكوترينز ايه اللي حصل؟ عملت ازمه. فهمت حاجه ولا فهمت حاجه؟ يبقى قفلت القصه بتاعت السايكلو اوكسجينيز. فلما قفلتها اتجمع عندي الكثير والكثير والكثير من الليكوترينز اللي هي اساسا اهم ميدياتور كان بيطلع من الماسل سيلز. انا دلوقتي مش مطلعه من الماسل سيلز، ده انا مدهوله اهو. ده خد يا عم، خد الكثير من الليكوترين ده اهي، عشان كده يبدا يحصل لنا ايه؟ يبدا يحصل الازمه. عملوا ابحاث بعدد الشعر الوسط. اقول لك الخلاصه بتاعتها في كلمتين، مش
عشان بس ايه عارف واحد يجي بعد المحاضره هيجي شلتوت يقول لي انا عارف شلتوت تيجي يقول لك ايه دكتور لو سمحت انت قلت هنا ان احنا عندنا ليكو ترايلز اقول له اه يقول لي بس يا دكتور ما احنا قفلنا الباب بتاع مين بتاع البس ده والبس اصلا كان بتعمل كونسولات مش معايا لا شلتوت مش معايا هو شلتوت بيقول ايه شلتوت بيقول ايه هو بيقول ايه بيقول لي حلو يا دكتور انت الليكو ترايلز زادت ودي هتعمل ايه هتعمل برونكو كونستريكشن بس برضو يا دكتور برضو قلت عندنا ها بي 2 واس 2 اللي هم اساسا كانوا بيعملوا كونستريكشن فالمفروض يحصل مكانهم ها برونكو دايليتيشن خلاص بقى هقول له كلامك صح مليون في المية معاك حق بس هم عملوا ابحاث ادخل كده اكتبها على النت وادخل اتفرج يعني ابحاث كتيره جدا اقول لكم الكونكلوجن الخلاصه 10% من الناس اللي بتاخد نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيزيد عندهم الليوكوتراينز ويحصل لهم برونكوس بس 10% يعتبر كده يعني حاجه ايه كتير كده كتير و مثلا مصر اللي هي 100 مليون دي فيها كم واحد بياخد نون استرويدال انتي انفلاماتوري يوميا لا يقل عن 20 مليون فلما 10% اظن يعني عدد رقم وهمي ولا ايه طب بص اسمع دي بقى دكتور اكيد في ناس خدت نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز وقلت عندهم البس وتحسنوا كام يا دكتور 3% فهمت حاجه يبقى مين الباسوي اللي غالب او مين الباسوي اللي بيكسب الباسوي اللي بيكسب هو ناحيه البرونكو كونستريكشن عشان كده يحصل معانا الازمه يبقى دي اسمها ايه بقى اسمها نون استرويدال عايز اكتب الحته دي ممكن يلا بسرعة ليك ربع دقيقة اكتب لي الكلام ده يا ريت صفحة فاضية وتلزقها في الكتاب معايا لأن مش هتلاقي مكان تكتب فيه لأن لسه في حتتين كمان هيكملوا يعني ها فأنا عملتوها خلاص كتبت الحتة دي خلاص ده نتيجة ديستراكشن في أي سيل هو عامل السيل ميمبرين بتاع كل الخلايا فنتيجة ديستراكشن بإنفلاميشن بأي حاجة يبدأ يطلع أصلا موجود في الإسمنت وده اسينشال أمينو أسيد الباس واي بتاعه يا ده لا 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 ما ما ايه عليه لقوا كده كبنفيت يعني كان هم اسمتك فلما خدوا نص رودا اتحسنوا بس طبعا قدامهم ناس كتير جدا ساهوا اوكي انزل باللي بعدها ولا ايه لسه ايه خلاص هيحصل زيادة في الناس اللي بروف كونستريكتور فهيحصل اغلب الناس اللي بياخدوا النون استرويد اللي هم هيحصلوا يحصل لهم بروكس بس صح ما تقولش ان هو بول النمط النفسي 10% بس ليه؟ اه ليه ما يكونش اكتر من 10% حاضر ليه؟ مفيش كل حلو قوي انت عايز تقول ان كل الاسبرين النون استرويد انتي انفلاماتوري تعمل كده برونكو كونستريكشن ده هو ده النورمال بتحصل فيه كل فيها بينهم حلو قوي انا برد عليك اهو بص يا دكتور اي دواء ليه سايد افكت يا تحصل يا ما تحصلش دي سايد افكت يا تحصل يا ما تحصلش ولو بتحصل ب 10% فدي كانسنس انت ما تجيش تقول لي ولادي مثلا يا ما خدنا حاجات ولا كمان انوركسيا ونوزيا وبومز انت خدتها ما عملتلكش انت ابنورمال فاهم ولا فهي دايما بتحصل فده السؤال بقى يعني بص هو هتتقال ازاي دكتور طب هم مين العشر مين اللي حصل لهم هم الناس اصلا اللي عندهم قابليه اللي هم عندهم سستبتيبلتي ها ان هم يعني عندهم سنسيتيف برونكيال تري ها لزياده هذه الميدياتورز فبالتالي بدا يحصل لهم هذا البرونكوس بس تمام حلوه دي نيجي الحته الثانيه كده برضو حته رخمه شويتين يقول لك اكسرسايز انديوسد ازمه اكسرسايز انديوسد ازمه يقول لك في حد يعمل مجهود هذا المجهود يؤدي الى appearance of asthma ها exercise induced asthma مين دي برضو تصنف تبع ايه يا جماعه دي non allergic يعني بيكون عندنا intrinsic asthma مين دول بقى مين اقول لك ايه exercise induced asthma تلاقي واحد كده جري يلعب ولا حاجه ها فراح داخل في ازمه بعد ربع ساعه ونص من اللعب دي حصلت ازاي والله الاكزاكت ميكانيزم انو مش معروف لكن حطوا نظريتين ثلاثه تعالوا كده نتناقش فيهم واللي تقتنعوا بيها قولوها وخلاص انا شخصيا مش مقتنع بحاجه انا كل اللي اعرفه حاجه ان في حاجه اسمها اكسرسايز انديوسد ازمه وبتحصل انا شخصيا بتحصل لكن ايه الميكانيزم انا مش عارف انا ما اعرفش ها فاحنا هنقول بقى النظريات اللي اتقالت ها في هذا الموضوع النظريه الاولى نظريه اسمها كولينج
Airway Theory. ايه النظرية دي؟ هي بتقول النظرية دي، هقولها وبعدين اعملها لكم لو عايزين. بتقول ان مع الاكسرشن، مع الاكسرسايز، انت محتاج اكسجين اكتر ولا اقل؟ محتاج اكتر. فانت بيحصل لك ايه في الهارت، في الريسبيراتوري بتاعك بيزيد. فلما انت بتاخد ايه؟ بتاخد اكسجين اكتر. حلو. فانت حضرتك لما بتاخد اكسجين كتير من بره، ده من بره الاتموسفير، بيبقى سائع على البرونكيال تري. تقول لي طب ما هو طول عمره داخل سائع على البرونكيال تري. يقول لك لا، بس هو داخل كده وزن، هو داخل كميه معقوله هو متعود عليها، فبيقدر البرونكيال تري بشويه هايبريميا بسيطه تدفيها، بس حاجه بسيطه جدا. طب لما يبقى الهواء اللي داخل كتير، انا محتاج ان انا اعمل له هايبريميا اكتر علشان ايه؟ عشان ادفيه بس خلاص. تقول لي وبعدين؟ بعد ما الهواء دخل سائع وانا دفيته بالهايبريميا، اصبحت الميوكوزا بتاعه البرونكيال تري مالها؟ هايبريميك محتقنه، وكونها محتقنه تعمل شويه ترانسيديشن صغيره على شويه برونكوسبازم وسكريشن، وتؤدي الى ابييرنس اوف ازمه. اظن الميكانيزم سهل ومعقول جدا. ونعملها بطريقه الاسهم، ايه رايكم؟ يلا، هو طريقه الاسهم دي سهل، اكتبوها معايا عشان نخلص منها. يلا، كولينج اير واي ثيري. Cooling airway theory. On exertion. سهم منها. خليك في صفحة فاضية بدل ما تاخد وقت، يعني لسه نكتب حاجة ثانية. ماشي. اللي معاه ورقة فاضية يكتب فيها أحسن. Cooling airway theory. بنقول on exertion سهم منها. High ventilation سهم منها. Hyperemia of mucosa of bronchial tree for warming of air سهم منها. edema of bronchial tree بين قوسين bronchial asthma. يعني لحد ما فهمنا النظريه دي، المقلب على بعدها. ايوه قولي اعترضي. كده كده اصلا لو عندي هايبريميا اصلا في الميكوزا، فاكيد مش كل الهواء اللي داخل مش هيحصل له كولينج. اكيد الهواء اللي هيحصل له كولينج هو مش هيحصل له. لو انت، هو الفكره مش كده. واحد اصلا، واحد ياخد نفس كتير، هو لما ياخد نفس كتير 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 ورا بعضه، مش ده محتاج ان هو يزخن كتير؟ طب هو خلاص بقت البرونكيا دي بتاعته كلها بقت حته هايبريميك جامده جدا عشان تسخن الهواء اللي داخل ده. فمع الوقت، مع الوقت ايه اللي يحصل؟ من كتر الهايبريميا بقت كونجستد. فده يعني هو، انا شايف ميكانيزم حلو جدا يعني. اتفضل. يعني اعترض يا شباب. لا، حلو. ما بيحصل ان احنا كلنا، يعني دي حاجه ممكن احنا الكولينج ده بيحصل لنا كلنا، بس في واحد يبقى، في واحد يبقى سنسيتيف سستبتو. يا جماعه في حاجه في الطب كله، في الدنيا كلها، بيرسونال سستبتبيليتي. يعني في ناس هيحصل لها وناس مش هيحصل لها. ده الميكانيزم بيحصل فينا كلنا، بس هو ليه ظهر عنده ازمه؟ لان هو سستبتو ان يحصل له ازمه. بس خلاص ماشي. وبعدين دي ثيوري. ايوه، هو عمل مجهود، هو كويس جدا. يجي يعمل مجهود تجي له ازمه. بس يستريح بقى عادي شويه شويتين. كانش عنده حاجه. كان هو كويس، هو كويس جدا اصلا. دي نظريه، امال هتعملوا ايه في اللي بعدها؟ انا مش عارف يعني. خلاص بقى، لا هقول اللي بعدها، ما عادش انا ما اعرفش هو ايه يعني. اعذبوني. نعم. لا يعمل لي كلها سنة كلها. انا بقى يوم انا بتكلم على مستوى البرونكيا طريقة الجولاية ازرق مستوى. انا كنت بحبكم بقدرك، بس اتصل على نجوة. ايه مال ايه علاقة الجولاية بالبرونكيا الاسم؟ علاقة زيتها بالجولاية مثلا. مش عايز ازعلي. هيوميديتي، هيوميديتي يعني رطوبة. دي نظرية ثانية، لما تشوف بقى هيقولوا يعترضوا على ايه. قبل ما اقولها انا معترض عليها كده. اوكي، معترض. انت معترض؟ ماشي. بص، هقول لك النظريه دي بتقول الايه. بتقول ايه؟
هي هيوميديتي يعني رطوبه. بيقول لك الهواء ما حدش يفهم انا هبقى ليها طريقه اسهم بقى هو بس انا اشرح. الهواء هو داخل برونكيال تريت بيبقى هواء جاف يبقى دراي اير. ايوه بداخل هواء جاف. فعايز عشان يبقى يعني لذيذ كده هو رايح الالفيولاي كده ها محتاج شويه ايه شويه رطوبه ها محتاج شويه رطوبه. فبياخد الرطوبه دي بياخد بخار الميه ده منين؟ بياخده من الابيثيليوم اللي مبطن الميوكوزا اللي هي الميوكوزا بتاعت البرونكيال تري. فبياخد منها الايه؟ ياخد منها شويه فلويد. ليه ياخد الفلويد ده؟ عشان لما يدخل هواء كده يبقى حنين على الالفيولاي يبقى مش هو هواء جاف يبقى ايه؟ يبقى مويست شويه. فيقعد ياخد منين؟ ياخد من الميوكوزا. طب لما يدخل كميه هواء كتيره مع الاكسرسايز هياخد فلويدز كتيره من الميوكوزا. اصبحت الميوكوزا مالها دلوقتي؟ دراي ميوكوزا. في بقى قالوا في الفيسيولوجي لما يحصل دراينس في الميوكوزا بتبدا ان هي ايه؟ تعوض نفسها. تعوض ازاي؟ تزود الميوكوس سكريشن وده حاجه طبيعيه جدا. ويز ريليز اوف ميدييتور ويش انيشيت اسما. يعني لما حصل فيها دراينس قال لا انا مش هسيب نفسي دراي كده انا هطلع افرازات. من طلع وحقها انها تطلع ميوكس ميوكوزا عشان تعمل ايه؟ ميوكس تدلع الدنيا تظبط الدنيا شويه. لكن وهي بتطلع في الباثوي بتاعها بتطلع مين كمان؟ بتطلع ميدييتور زي الهستامين واليوكوترينس والكلام ده. فسموها هيوميديتي ثيوري. ليه سموها كده؟ عشان الفكره كلها في دخول الهواء والرطوبه. يلا نكتب الفكره كده مش عايز يكتب ما يكتبش يعني هو مش مهم بس يعني تبعت. لو واحد جه مثلا جه نشك مش على فكره ما فيش دكتور اصلا فايق قوي يقعد يقول لك يعني ايه اكسرسايز انديوس ده. ما فيش دكتور فايق قوي للكلام ده قوي يعني واخد بالك. لكن عرفنا عرفت الكلام ده ليه؟ كانت في دكتور عندكم اسمها مش هقول اسم عشان البتاع ده كانت عامله محاضره في المؤتمر واخدين بالكم؟ اه والله بجد لما كانت تتكلم على اكسرسايز انديوس ده مكتب اسمها بس انتوا ما تطلعوش يعني ها كانت عماله تتكلم على وقعدت ساعتين يا جماعه بتتكلم على والله بجد على الاكسرسايز انديوس اللي كان طبعا اللانجوج فانكشن رهيبه يعني واخد بالك بس ايه بغض النظر عن كده انا خلصت بالحاجتين دول دول خلاصه يعني واخد بالك. فدي الثانيه هنكتبها اعتقد بس هي كانت حاجه مؤتمر ما اعتقدش انها تتقالكم في الامتحان يعني لكن وصلتك يعني حتى يبقى مش نايم مش دي القضيه خلاص احنا عرفنا الاجابه يعني خلاص يلا الاجابه مش مهمك انت اصلا انت حاولت تتصرف ولا ايه مالك؟ هنكتب ايه بقى؟ هنكتب يلا هنكتب during exercise with excessive aeration سهم يعني تؤدي الى air takes fluid from mucosa سهم منها dryness of mucosa سهم تاني منها release of mucus secreting cells and the mediators for asthma. والعلم حلو مفيش كلام بس ما بقاش في الجرام ده يعني. في نظريه ثالثه بس باكستان مش مهم بقى. في نظريه ثالثه بيقول لك ايه؟ دخول الهواء السائع على البرونكيال تري يعمل دايركت سبازم. دي اسمها دايركت ثيوري بس طبعا دي فيها اعتراضات كتيره جدا يعني. بيقول دي المقبوله؟ يا ابني هو انت لما يدخل الهواء سائع يعني هل البرونكيال تري هتسكت؟ مش انت تقعد تعمل حاجات كده؟ يعني انت ليه متخيل ان الدنيا كده؟ دي نظريه. طيب مش بيحصل بس هو بس هي ريلاتيف. الواحد بيجري وبيتعب وبيعمل رياضه وكده يبقى جسمه ده بيبقى فشويه هواء هيبقوا سعيد. المهم عايز اقول بس كلمتين عشان اقفل المحاضره. اقول بس كلمتين صغيرين جدا.
ايه الفرق بين الالرجيك يعني بين الالرجيك والنون الرجيك؟ ايه الفرق بين الاكسترنسيك والانترنسيك دلوقتي؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان انا عندي هنا الرجين جاي من بره، لكن هنا عشان كده اقول لكم كلمتين في منتهى الخطوره. قلت لك كلمات وانا في المحاضره. الكلمه الاولى لو حبيت اعمل سيرم اي جي اي، اي جي اي موجود مع الانترنسيك ولا الاكسترنسيك؟ مع الاكسترنسيك، لان هو عالي جدا. كمان بنعمل حاجه اسمها سكين تيست او باتش تيست. بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بصوا لو شفت انك هيعجبكم ان شاء الله هعمل لكم انا حاجه اسمها انيميشن كده وصور حلوه قوي تعجبكم. هنعمل فيها ايه؟ هتيجي تبص انت على هتجيب لك دراع واحد كده او ظهر واحد وهتلاقيه متشخر، ها في كده، ها في شنط كده متشرط كتير جدا. ايه الفكره يا جماعه؟ هو بيروح لدكتور الحساسيه والمناعه. وعلى فكره احنا عندنا في طب الازهر اكبر رصيف في البلد بيعملوا هذا الموضوع، اكبر اثنين على الاطلاق في مصر كلها. بص واكلين مصر والوطن العربي كله بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ هايبو سنسيتايزيشن. ايه الفكره؟ انا عايز اعرف مين الالرجين، فشركات الادويه بتديني كده حاجات كده شرط، بعض شرط كده بطريقه معينه، سيستم معين يعني. يبقى كل حاجه ليها رقم، واحده ضد الهاوس مايتس، واحده ضد المانجا، واحده فراوله، واحده بنسلين، واحده 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 واحده، وشرطال واسيبه على شويه في العاده نص ساعه ولا حاجه، وبعدين يجي لي تاني يدخل عليا اشوف اللي حصل معاه هايبريميا مين؟ دي المانجا. يبقى لو عنده حساسيه من الايه؟ طب انا استفدت انه عنده حساسيه من المانجا، حاجتين افويدنس ان على المانجا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بنعمل له هايبو سنسيتايزيشن. يعني ايه؟ يعني ايه هايبو سنسيتايزيشن؟ يعني تعوده على الحاجه دي بحيث ان هو ياخدها بجرعات صغيره تدريجيه، فبدل ما جسمه يكون اي جي اي يكون الحاجه الطبيعيه اللي هي الاي جي جي. والاي جي ما بتعرفش تمسك في مين؟ ودي اسمها هايبو سنسيتايزيشن، او بنسميها في اللاينز اوف تريتمنت مكتوبه اميونوثيرابي. ودي على فكره صايحه بنت لذينه واسعار جباره وشغل ايه يعني، شغل بزنس رهيب قوي، ومحدش اصلا بيعمل اي حاجه في اي حاجه، مفيش حاجه بتعمل اي حاجه في اي حاجه. الحاجه الثالثه والاخيره، لما حد بيكون عنده اسبرين انديوست ازمه، اسبرين انديوست ازمه دي بتتكون من تريات ثلاث حاجات. يبقى عنده اسبرين انديوست ازمه بيحصل له برونكوسباست، ها، وبيكون عنده سنسيتيفيتي، ويكون عنده حاجه اسمها نيزل بول. مش عارف مكتوبه تقريبا ولا مكتوبه فين؟ مكتوبه ايه؟ نيزل بول وبرونكيال ازمه، ها، واسبرين سنسيتيفيتي. الثلاثه دول مع بعض اسمهم سانتر ستريات. هو الاسم اهو سانتر ستريات. قال ايه بقى؟ قال لك الاسبرين انديوست ازمه دايما تعمل ثلاث حاجات، يبقى عنده برونكوس باست واسبرين سنسيتيفيتي اصلا مش متحمله، وكمان عنده نيزل بوليبس، الثلاثه دايما هيحصلوا مع بعض. على فكره ده بيتسال في الاورال، الاسبرين انديوست ازمه سامتر سبراي. ماشي كده؟